نصف كيلو من كوسة المقطع والمقلي أو المشوي زي ما نعامل اليوم، كوب لبن، ربع كوب لبني، ملعقة ثوم مفروم، نعناع يابس، زيت زيتون، شوية ملح. هاي السلطة كل ما تسوت قبل، يعني إذا عملتوها ثاني الصبح وأكلتوها المساء تطلع أطيب. والله الكوسة طبعا ممكن يعني؟ بالضبط. الكوسة طبعا ممكن نقليه قلي، بس أنا صراحة عامله شوي. هاي اللبنة جاي اللي قالوا أنا من النينو نونو. أيوة بنضيف اللبن. إذا لبن ولبنة، لبن ولبنة. هاي الثوم. أها وملح. أها وبعديها نبدأ نخلط اللبن مع هاللبنة مع بعضه. شايفة سمير؟ الآن بنضيف النعنع اليابس وبنضيف كمان زيت الزيتون شوية صغيرة هيك. هذا للسلطة؟ هذا للسلطة؟ طبعا جد؟ والله واهي يا ابو عون، والله واهي اقسم بالله. والله يا سمير انا خايف عليك. حرك حرك. انا يا سمير خايف عليك والله. حرك. اذا بتلاحظوا طلعوا زيت ما في، طلع خذ شوف يا سمير طلع. السلطة اذا هذه كل ما قعدت عندكم يعني ساعتين ثلاثة أربعة خمسة كل ما كانت أطيب، والثوم مع اللبن رح يعطيكم نكهة ولا أروع منها.